كل فترة كده احنا بيهمنا جدا في البرنامج يكون معانا نموذج تحدي بطل رياضي هو اللي بنفسه نسمع منه قصته بكل ما تحمله بقى من كواليس وصعوبات و إلى آخره. النهارده معانا نموذج محترم جدا، معانا بطل في ألعاب البارا ترايثلون زي ما كنا بنقول لحضراتكم في بداية الحلقة، اللي هي بتضم ايه؟ بتضم الجري والسباحة وركوب الدراجات، لكن من فئة هنا المكفوفين أو ضعاف البصر. هيحكي لينا هو بنفسه عن البطولات اللي خاضها وحصوله بقى، عايز أقول لحضراتكم حصل على ايه؟ على ميداليات ذهبيه في البطوله الافريقيه والعربيه. خلينا نرحب بضيفنا البطل ابراهيم حافظ لاعب البارا ترايثلون. صباح الفل. صباح النور. والله بجد مبسوطين انك معانا يا ابراهيم جدا. وانا برضه مبسوط. منورنا يا ابراهيم، وعايزين بقى نتعلم منك ومن قصتك، لان زي ما كنا بنقول، مش عارف انت لو كنت متابع حلقتنا من البدايه، وده الكلام اللي اكدته نهاوند من شويه، ان في ضيوف بيبقوا استثنائيين، بيبقوا ملهمين، بيبقوا ناس اتحدوا ظروف قهريه وتغلبوا عليها، ومش مجرد تعايشوا معاها، لا دول كمان تحولوا الى ابطال، وانت بطبيعه الحال واحد منهم. فعايزين نعرف منك بقى رحلتك ابتدت ازاي، مين اللي وجهك للرياضه دي، وتفاصيل الرحله عشان كلنا نتعلم ونستفيد منها. هو اول حاجه ان انا اتولدت بضمور على العصب البصري في الشق اليمين والشمال، وده اثر على العصب البصري اللي هو عيني، فده اللي خلى عندي ضعف بصري. الف سلام عليك. وبعد كده طبعا يعني مو وقفت معايا، والحمد لله بقيت شخص يعني كويس الحمد لله. وبعد كده مو وجهتني للرياضه، لعبت بدات السباحه وانا عندي 3 سنين. بدات ادخل بطولات وانا عندي 7 أو 8 سنين ما شاء الله. بعد كده موضوع بقى التريسون بدا من 2016، كان بقى رياضه جديده بقى وبتنتشر بقى على مستوى العالم. طب احنا يعني نهاوند كانت بتعرف المشاهدين دلوقتي تفاصيل الترايثلون بشكله العادي، لكن في حاله البارا ترايثلون بتتلعب ازاي، بتمارس ازاي، او بتنافس ازاي في البطولات؟ هو كل اعاقه على حسب يعني بتتلعب على حسب كل اعاقه. يعني في المكفوفين بيبقى لازم كابتن جايد بينزل معايا. بالنسبه للاعاقات الثانيه كل اعاقه ليها حاجه معينه. خلينا في المكفوفين، الجايد لازم بيبقى متمرن معايا كويس، فاهمني كويس، فاهم دماغي، فاهم ردود افعالي. بنربط بعض باستك في السباحه والجري. في العجل بيبقى لنا عجل مخصوص، عجل مزدوج او الدريفت. بس وبيبقى معاك جايد في حاله الدراجات كمان. قاعد قدام وانا قاعد ورا، هو بيتحكم بالبوارات، بالنيو تيرن، بالتوازن، بكل حاجه، بس انا كل اللي في ايدي ان انا اشده لقدام. ايوه. هو يمكن احنا معانا بعض الفيديوهات طبعا هنعرضها لحضراتكم وابراهيم بيحكي لنا عشان برضو الصوره تبقى واضحه اكتر. طيب على الشاشه، وانا امال انا قلت على ايه؟ قلت على الشاشه فعلا. ما قلت على الشاشه، مالكم يا جماعه في ايه؟ صباح الخير. طيب ابراهيم خليني اروح معاك، معلش، لان دايما قصه النجاح ما بحبش ان انا اخدها من الاخر، يعني خلينا نبدا من الاول خالص. انت كان عندك مشكله او مش هقول عندك مشكله، ربنا يعني اصطفاك او ربنا اختارك ان انت تكون من فئه معينه. كلنا بنقول في الاول وفي الاخر الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. والدتك زي ما انت حكيت لنا وقفت جنبك جدا. النقله بقى هنا من فكره انا ابراهيم ابني اللي هو لا انا مش عايزه حد يقعد يقول يا حبيبي وربنا يشفيك، لابراهيم انا عايزه ابني يبقى بطل. اكيد دي كانت نقله بالنسبه لك، اكيد مامتك ساعدتك كتير جدا، اكيد انت كمان كنت حابب ان انت تبدا من جديد، تبقى بتحقق حاجه لنفسك على الارض. فممكن نسمع من هنا نقله ابراهيم اللي هو ولد عادي جدا لبطل رياضي. هو اصلا انا ما بحبش يعني حد يقول عليا انت ما تعرفش تعمل حاجه دي، لا كل حاجه اي حاجه حاطها في دماغي هعملها ان شاء الله. وطبعا ماما بتدعمني في الموضوع ده وبتقوليش لا على حاجه، ولما بقول لها عايز اعمل حاجه هو ممكن يبقى فيه شويه خلافات، بس في الاخر يعني بقنعها وبتقتنع وبحقق اللي نفسي فيه. يعني حلو، بس ما كلنا عايزين نحقق نفسنا فيه. بس انت كنت شايف الموضوع صعب في الاول ولا كنت حاسس لا كان في صعوبات حتى في التمرين؟ خلينا نعرف منك، انت بتقول كمان 2016 ابتدى البارا ترايثلون. بيبقى صعوبات مثلا لو اتمرنت مثلا لوحدي من غير الجايد، بيبقى مثلا لما بحس ان انا ببقى مسافر والجايد بيبقى مش معايا ببقى متضايق طبعا. هو اوقات بيبقى مش موجود، بيبقى من الصعوبات يعني الحاجه اللي حصلت لي في بطوله المغرب. بس
مثلا لو حد مثلا يعني زي بطولة برضه شرم الشيخ لما احبطوني قالوا لي انت مش هتنزل سباق علشان معكش عجلة الدريفت، وقتها كانش معايا البطولة دي كانت السنة اللي فاتت، قعدت سنة مش عايز انزل تمارين مش عايز اكمل اتضايقت انجازات يعني. لحد ما جبت العجلة قبل بطولة قبل بطولة المغرب بشهر، والحمد لله اتمرنت عليها وتعودت. جت بطولة المغرب الجايد المفروض كان هينزل معايا كابتن اسلام محمود، جات له إصابة قبل السفر بيوم، فطبعا اتضايقت قلت طب انا هسافر ازاي. الحمد لله الاتحاد وفر لي جايد تاني بداله اسمه كابتن محمد زكريا. طبعا انا ما كنتش متعود عليه بس حاولت اتأقلم معاه عشان نقدر نعمل انجاز في السباق وقت قصير والحمد قوي قبل البطولة بالظبط. الحقيقة. طبعا الكابتن كان متوتر من موضوع اللي هو يركب العجلة وكده، بس انا طمنته قلت له ما تقلقش انا هشيل معاك. يعني انت اللي طمنته مش العكس. بالمناسبة وعلى ذكر بطولة نقطة المغرب، حلوة دي يلا. عايزينك تحكي لنا برضو عن البطولات المحلية والدولية اللي انت شاركت فيها، وخصوصا ان انت كمان حصلت على ميداليات ذهبية. هو شاركت 4 بطولات تراسون دولية منهم 2016 عرب وأفريقيا، أخدت أول، هايل. وبعد كده عرب وأفريقيا في الأقصر كانت دواسلون جري وعجل، وبعد كده 2021 توشر مشيخ السبق اتلغالي فيه بسبب العجلة، ده محققش فيه حاجة، بس كنت يعني الاتحاد الدولي قال اللي أنا مستوي كويس إن أنا أقدر أنافس عالم، كويس قوي. وبعد كده قلت للمغرب بقى بعد ما جبت العجلة بقى وقلت لهم إن أنا مستعد. هي العجلة دي أنت اللي جبتها على حسابك الشخصي ولا مين اللي وفرها لك؟ وحاولت يعني أجيبها بس طبعا ما عرفتش، طبعا الجمارك والشحن ليها والمصاريف مواصفات غالية، خاصة طبعا. ففي حد اسمه كابتن علي عبد الرازق ده كان بيصلح لي العجلة العادية بتاعتي، فقال لي ايه رأيك نعمل العجلة الدريفت، قلت له ماشي، بعت له التصاميم وازاي بتتعمل وطريقتها والمقاييس الطول، فعملها لي وجمعنا الادوات السرعات الجنوط الحاجة العجلة كلها وعملناها. ايوه عملتها على حسابك ده السؤال، عملتها على حسابي. عملتها على حسابك. طب ليه ما فيش مثلا الاتحاد بيساعد او بيوفر الحاجات دي؟ هو الاتحاد قايل لنا اللي محتاج ادوات بيجيبها على حسابه، وهو بيساعدنا لو في بطولة افريقية او بطولة عالم، بس مش في كل البطولات لان طبعا البطولة بتبقى مكلفة وامكانيات الاتحاد محدودة إلى حد محدودة. ما. طيب نقطة برضه. بتفكر في بكرة إزاي يا إبراهيم؟ يعني بتحلم بإيه؟ هل مخطط لنفسك على الأقل محطات معينة تقف فيها في المستقبل إن شاء الله؟ يعني بخطط إن شاء الله إن أنا نفسي أسافر بطولة العالم، نفسي أتأهل لأولمبياد باريس. يا سلام. إن شاء الله الشهر الجاي عندي بطولة عالم في السباحة القصيرة دي، إن شاء الله هتعمل في العاصمة الإدارية الجديدة. إن شاء الله. برضو المفروض في بطولة أفريقية السنة الجاية بس لسه متحددش ميعادها فين وهتتعمل فين. يعني انت بس مركز في الشق الرياضي. طب انت يعني على مستوى الدراسه بقى، يعني برضو كلمنا عنك، انت هل بتدرس ما بتدرسش؟ انا بدرس في كليه اداب جامعه اسكندريه قسم انثروبولوجيا اللي هو علم دراسه الانسان. الله حلو ده، حلو ده، انت اللي اخترت. ها شيق. وقسم حلو قوي الحمد لله. السنه دي اخر سنه، سنه رابعه سنه التخرج، وان شاء الله يعني تعدي على الخير. بس انت حابب المجال ده، فبتهيالي طالما حد دارس حاجه بيحبها يعني شاطر في الجامعه، ده اللي انا عايزه اقصده، ولا بتنجح بس؟ بنجح بس خلاص الاجابه وصلت. لا بس شكلك اصغر من يعني من انت في جامعه، افتكرتك في ثانوي مثلا، شكلك صغير. انت 20 سنه مثلا؟ انا 22. 22 اوكي ما شاء الله، ميزه دي ان انت يبان شكلك اصغر من سنك الحقيقي. طيب انت هتشتغل ابراهيم لما يتخرج، هيشتغل حاجه ليها علاقه بالدراسه ولا انت هتركز بس على الرياضه؟ ان انت عندك طموحات زي ما انت قلت، فكره كمان بارالمبيات باريس 24 دي حاجه عظيمه جدا، انت ممكن اصلا تشارك فيها بشكل كبير صح او بنسبه كبيره. المفروض ان انا انزل بطولات عالم عشان اجمع نقط، بالظبط. فطبعا ده بيعتمد على ميزانيه الاتحاد.
ما دي بقى المشكله، انت كده بقى بتلمس مشكله مهمه. المفروض يكون في بادجت محطوط علشان الاتحاد في الاول وفي الاخر بيبقى عايز يخرج اكبر نسبه من الابطال ان هم يشاركوا. فانا دلوقتي لو عندي عقبه ان انا عندي الابطال يا كريم، بس انا ما عنديش الامكانيات الماديه، فانا بقى مش هشارك بالكم اللي انا اقدر ومش هوصل علشان انا ما عنديش. طب ما يعني احنا كده بنكرر نفس الماساه كل اولمبياد او بارالمبياد. هو المشكله اللي انا طبعا بيتصرف عليا انا والجايد، اكيد مشكله. ايوه بس انت بطل، طب ما انا لما بصرف على الابطال بتوعي هي في مكانها، يعني ده اللي انا بقوله. صح ولا غلط؟ هي حاجه خارجه عن يعني عن ارادتك اكيد يعني، بس يعني بس هي فعلا المشكله يعني. موضوع التريسون ده محتاج سبونسر لان الرياضه مكلفه. ما هي دي المشكله، كنت بقول ان هواند من شويه ابراهيم بقولها، ما دي المشكله الازليه، ان في رياضات معينه تحديدا كره القدم يمكن هي اللي ليها نصيب الاسد في كيكه الاعلانات ووجود السبونسرز. وللاسف الشديد احنا عندنا ابطال كتير زيك انت شخصيا في رياضات ثانيه ما عليهاش نفس القدر من الاضواء، فبالتالي ما فيش دعم كافي ليها ولا لابطالها. فنتمنى ان شاء الله ان الوضع ده يعني يتغير الفتره اللي جايه. الى جانب الرياضه بقى، بتحب ايه؟ هواياتك ايه؟ طبيعه حياتك ويومك عامل ازاي؟ يعني بحب ركوب العجل، يعني برضو بخطط لنفسي برضو اسافر بالعجله. برضو بحب الغوص، بحب اغطس، واخد نيكو كلها رياضه برضو. يعني انت بركز اكتر في الرياضه؟ بس ساعات يعني من وقت للتاني بروح اعمل دايفنج. ممكن بفك شويه اروح اسافر بالعجله، اشوف حد اسافر معاه. يعني انا طلعت رحله قبل كده الفيوم مع كابتن محمد نوفل. برضو في جروب عندها في اسكندريه بنزل اتمرن معاهم. مره طلعت معاهم البوابات، بوابات اسكندريه، ومره طلعت معاهم كفر الدوار من اسبوع على العجله برضو. من اسبوع كان في تحدي اسمه تحدي الجلاله، ده مسافته 70 كيلو من المدينه الاولمبيه لحد بوابات الجلاله. هو طريق عباره عن طريق في وسط الجبل مليان مطالع ومنازل. كنت مشارك فيه بالعجله دريفت، والحمد لله يعني الناس عجبتهم الفكره. كان المنظمين الرحله دي جروب اسمه باور لايت. جميل. طيب انا هرجع لموضوع شويه البطولات، وانت حصلت على البطوله العربيه والافريقيه، احنا عندنا كام بطل من البارا ترايثلون زيك يا ابراهيم؟ يعني عندنا 4 في مصر. كويس، 4 في مصر بيمثلونا في هذه الرياضه. الرياضه دي تحديدا انت متاكد ان هي هتدخل الاولمبياد او البارالمبياد في 2024؟ يعني ضمن الالعاب اللي بتنافس، صح كده؟ هي بتنافس في البارا ترايثلون، مشاركه في الاولمبياد من ساعه 2016. اوكي. بس هنا في مصر وعلى مستوى افريقيا ما فيش حد شارك. ما لسه ما فيش حد قدر ان هو يشارك. انت بقى حلمك ان انت تشارك، صح كده؟ ان شاء الله. طيب احنا بنتكلم عن 4 في مصر، وانت بينهم واحد حاصل على بطولات ذهبيه في يعني البطولات العربيه والافريقيه. فهل كان في حديث مثلا من اهلك مع حد من الاتحاد فكره انا يعني حتى الابطال ما هماش كتير، ما هماش رقم هيوج، يعني ان انا اقدر حتى لو ما عنديش سبونسر ان انا يعني اتبنى هذا البطل؟ طب تكلفه اصلا البارا ترايثلون قد ايه؟ يعني العجله التولز بتاعتك تكلفتها تقريبا قد ايه؟ هو كل واحد على حسب الاعاقه. يعني انا مثلا عجلتي اللي هي البروفيشنال اللي هي مش زي اللي عملتها بتكلف 100,000 جنيه. انت اسكندراني جيني بقى. احنا بلديات على فكره ابراهيم انا وانت. مثلا الكرسي المتحرك في اللي عندهم عجله اسمها شادو ده للجري، وعجله اسمها هاند سايكلينج دي ممكن تكلف فوق ال 200 300 400,000 جنيه. بتصدق فعلا؟ طبعا لان هي ليها مواصفات. طب والاتحاد بيبقى البادجت بتاعه، احنا ممكن نبقى نجيب حد، يا ريت كنا جبنا حد من الاتحاد يفهمنا اكتر يعني البادجت اصلا بتاعته قد ايه، فاهمني؟ خصوصا ان انت كمان بتتكلم في عدد قليل وابطال اوريدي يقدروا يمثلونا، فيعني تشانس كبيره موجوده. والمشكله الادوات دي متمركزه اكتر في اوروبا، فدي مشكله طبعا. طيب ابراهيم قبل ما نختم لقائنا اللي احنا استمتعنا جدا بيه معاك، عايز استاذنك في طلب شخصي. عايزين نسمع منك نصيحه لاي شخص ربنا هنقول انعم عليه باعاقه ما، واخد بالك ازاي، وازاي يقدر يتحول من مرحله الياس والقنوط الى مرحله التحدي والبطوله اللي انت شخصيا عملتها. حاول يعني ما تقولش الحاجة دي مستحيلة. لو حد قال لك انت مش هتقدر تعمل الحاجة دي، او انت في اعتقادك اللي انت عندك اعاقة هتمنعك تعمل الحاجة دي، لا ما تفكرش كده. حاول اللي انت تحاول تعملها حتى لو بطرق مختلفة.
والله يا ابراهيم انا مش عارفه اقول لك ايه بجد، انا مبسوطه جدا وبحب اقعد اسمع يعني اكتر ما انا اسال، لما يبقى معانا نموذج جميل وفي نفس الوقت نموذج ناجح جدا رغم كل الصعوبات اللي احنا بنتكلم على اساسها، اللي ممكن ناس عاديه جدا ما تبقاش عندها ربعها، لكن صحيح. تيجي تقول لك صحيح. انا خلاص يأست من حياتي. يأست من صحيح. حياتك ايه؟ لا يعني موضوع يأس يعني، انا قعدت سنه مكتئب طبيعي جدا. على فكره هو كلنا ممكن نمر بابس اند داونز، بس انا بقى ما اسيبش نفسي في الاكتئاب او ما اسيبش وتغلبت نفسي في عليه الحته دي بالظبط. يعني، مريت بيه وتغلبت عليه، ومن هنا بقى ما ده اللي بيفرق واحد بطل وشخص عادي. انت نورتنا النهارده يا ابراهيم، وبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. بنشكرك ان شاء على الله. وجودك معانا. انا عايزه يا ابراهيم قبل ما نختم اوجه رساله برضو لوالدتك ولكل ام بصراحه يعني، ودورها وكل ام واب يعني، مش نقدر ننسى الابهات برضو، بس كل ام وكل اب والاهالي عامه اللي يكونوا داعمين جدا لاولادهم، لان دي مش كل بيت مصري على فكره موجوده فيه الحته دي. لكن فكره ان انا ابقى حاطط ابني بس التارجت ان انا عايز ابني يبقى احسن حد رغم اي صعوبات بيواجهها، ما اقفلش عليه. زمان يمكن الثقافه كانت زمان يا كريم لو انت فاكر، انا خايف على ابني فانا هحطه جنبي مش هحركه، دي ثقافه غلط تماما. انا خلي ابني ينطلق ويتعلم واحسسه ان هو يقدر يوصل لاي حاجه هو عايزها، زي الكيس بتاعت ابراهيم مثلا. فتحياتي حقيقي انا وكريم لوالدتك، ربنا يديها الصحه ويدي لكل ام الصحه. اشكرك جدا يا ابراهيم، ونروح فاصل بعد كده هنرجع بقى مع الفقره، احنا عندنا الفقره الطبيه صح؟ معانا لا معانا الاستاذ محمد ناجي الناقد الرياضي، صحيح. وحواديت كتير وتفاصيل كتير هنتكلم معاه فيها، خليكم معانا.